تحياتي لكم أينما تكونون. اليوم هو الأول من أيار وهو عيد العمال العالمي هنا في مدينة قراس النمساوية. اعتاد الحزب الشيوعي النمساوي أن يفعل مسيرة عمالية للطبقة العاملة في هذه الذكرى. الحزب الشيوعي النمساوي حزب شعبي يزداد عدد أعضائه في كل عام لأنه يتفاعل يتعامل مع المجتمع مع قضايا المجتمع، فهو يعني يدعو إلى وقف الغلاء المعيشي وارتفاع الأسعار، ويدعو إلى دعم الطبقة العاملة وزيادة المساعدات في مجال الإيجار والرواتب أيضا، وتخفيض أسعار المواد التي يعني يحتاجها الإنسان. هذا الحزب أيضا يعني بسبب مساعدته للناس ماديا، فهو رئيسة الحزب وأعضائه يتبرعون شهريا من رواتبهم ويضعونها في صندوق لمساعدة اللاجئين، مساعدة الفقراء في النمسا، من لا يستطيع دفع إيجار أو يحتاج إلى مساعدة أخرى. لذلك فإن الشعبية ترتفع من وقت إلى آخر. لننتقل إلى هذه المظاهرة. هذا الحزب منذ حوالي 3 سنوات يسيطر على بلديات مقاطعة شتايرمارك، والمحافظ لهذه المقاطعة هو يعني السيدة إلكي كار رئيسة هذا الحزب. حاليا يحاول الحزب دخول قبة البرلمان الأوروبي، لذلك قبل فترة وجيزة كان يجمع الأصوات، وأعتقد بأنه سوف ينجح في دخول البرلمان الأوروبي. كما أنه انتشر أيضا في مقاطعة أخرى وهي مقاطعة سالزبورغ، وحصل على المرتبات الأولى في الانتخابات البلدية لمقاطعة سالزبورغ. المشاركين في المسيرة يعني ليسوا دائما نمساويين، وإنما هناك أعضاء من أحزاب شيوعية في بلدان أخرى تشترك في هذه المسيرة أيضا. نسيت أن أقول أن هذا الحزب في النمسا يرمز له بكا بو كا بو. الكا هي كومينيستين شيوعيين، والبو هي بارتاي الحزب، وأو هي الاستريخ النمسا. Thank you.
لهذا الحزب كان له الفضل، الفضل طبعا في إيقاف منح السمسار الذي يعني يبحث لك عن شقة مثلا، في إيقاف منحه الكوميسيون أو الكوفيزيون، يعني مثل ما نسميها بالعراق المحروق، المحروق الذي يدفع للسمسار الذي لا يرجع. الآن ومنذ تقريبا سنتين يعني توقف هذا الأمر، فالسمسار لا يأخذ، عندما لا يأخذ نسبة عندما أو عمولة عندما يجد لك شقة للإيجار، وإنما فقط يأخذ منك عندما يجد لك، عندما تريد أن تشتري أو تبيع الشقة. يعني في اللافتة مرفوع كابيتاليسموس شتيرسن، لتسقط الرأسمالية،